يبقى في 30% على أعمال فصلية، 20% على امتحان منتصف الفصل كده 50%، وفي 50% على امتحان الايه؟ امتحان النهائي. لازم اجيب كام في اي مقرر عشان انجح فيه؟ لازم تجيب 60% على الاقل. الرقم الاولاني ده هو اللي بريتك في الكليه، هتخليه معاك طول الوقت، والباسورد موجود. هيجي لك حاجات كتيره، اللي يهمك دلوقتي التسجيل اللي هي اول ايكون، لما تفتحها هيجي لك تعليمات تبقى تقراها. طبعا في الغالب الطلبه ما بتقراهاش، لكن هتقراها. وبعدين نكست، نكست تحت خالص هيبان لك الجدول اللي متاح لك. انا ابراهيم ابو جازية، متحد الطلاب في كليه صفات. احنا الاتحاد بتاعنا كان موجود بقى 3 سنين، فحاليا احنا يعني ناس اللي كانت في الاتحاد بقى 3 سنين دول اتخرجوا اصلا، ما حصلش انتخابات من 3 سنين. فيعني يعني حسب اللائحه تم تعيين عضو او اثنين كممثلين عن كل دفعه من الدفعات الجديده اللي دخلت، اللي هي ما حصلش فيها انتخابات. اليوم النهارده كان عباره عن ويلكم بارتي للدفعه الجديده لدفعه 2015 اتخرجت في 2019. اليوم بينظموا اتحاد الطلبه بالتعاون مع اداره الكليه. كان عندنا النهارده حوالي 5 فقرات. الفقره الاولى كان فيها دكتور محمود السعيد وكيل الكليه الجديد اللي يعني متعين في شهر 7 بعد دكتور عبد الناصر، واتكلم فيها عن نظام الكريدت اورز، لان الكليه بقت نظام ساعات معتمده او كريدت اورز دلوقتي. فاتكلم على ازاي الريجستريشن للطلبه وايه هي المواد وازاي يعني وازاي التفصيله دي كلها، وساعات معتمده وكم ساعه في السمستر والحاجات دي كلها، ان ده يعني شيء ما كانش واضح بالنسبة للطلبة قبل كده، هم لسه جايين من ثانوية عامة يعني، وده أول سنة يتطبق الموضوع ده في الكلية. فدي كانت أول فقرة، وهي كانت أطول فقرة يعني عشان هي أهم فقرة، كان الدكتور بيوضح فيها كل الحاجات دي. الفقرة التانية كانت عبارة عن ستاند أب كوميدي قدمه الطالب محمد صلاح، طالب هنا في السنة الثالثة علوم سياسية في الكلية وعضو اتحاد الطلبة، هو عضو فريق المسرح، فهو قدم ستاند أب كوميدي ده وعلم الطلبة. وبعد كده خدنا بريك بسيط كده، وبعد كده يعني جينا النص التاني من اليوم بقى، اللي هو عبارة عن هنتكلم عن الأنشطة في 3 فقرات. الفقرة الأولى هي يعني أول نشاط في الكلية، اللي هو نشاط الاتحاد الطلبة يعني، فهو أكبر نشاط حاليا. فاحنا هنتكلم عن الاتحاد وتجربته في 3 سنين اللي فاتت من ساعة آخر انتخابات اتعملت، وتجربته يعني الحالية ومستقبل بتاعه هيبقى ماشي ازاي. والفقرة الثانية هتبقى فقرة عن المودلز، فاحنا جايبين أكثر من حوالي يعني 10-15 موديل، يعني من 10-15 موديل بيتكلموا، كل موديل بيتكلم هو موجود يعني هو موديل ايه وايه فكرته ورسالته، اللي عايز يقدمه يقدمه ازاي. الفقرة الثالثة يعني الأخيرة في اليوم يعني 5، والثالثة بعد البريك هي تبقى أوبن مايك، اللي عايز يقول أي موهبة أو عايز يقول أي حاجة، اللي عايز يسأل أي أسئلة فيعني يسأل. احنا فكرنا بحاجه بسيطه قوي، هو انه في مثلا فيديوز مثلا كتير عن الناس، هتلاقوا المناهج بتاعتكم كلها بتشرح في فيديوز انيميشن كرتون